سلام على العباد الذين اصطفى. ربنا نشكرك ونعبدك ونخشاك ونحبك بلا حدود ولا وبلا قيد او شرط. وكيف يكون قيد وشرط بين محبين ومحبوب؟ والمحبوب انت بلا منازع. ربنا اهدنا وراجع بنا ابد الاباد يا رب. اما بعد، السلام عليكم ورحمة منه وبركاته ورحمة. أذكركم بما جاء في القرآن العظيم، خاصة في آيات من سورة يونس عليه السلام. يقول ربنا سبحانه وتعالى سورة آية 46: وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون. هذا الكلام هذا ماهوش محصور في قريش أيام جاهليتها وقدستها. الكلام هذا يطبق على كل من كان في علاقة من متينة بقريش وجاهليتها. حتى الآن الذين يدعون الإسلام وفيهم خصال قريش فهم منهم ليسوا منا. شكرا لشأن هؤلاء سبحانه وتعالى وخاتم رسوله عليه الصلاة والسلام. وإما نورينك ربي له المشيئة، يجب يوري للنبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يلتحي قبل رب العالمين سبحانه وتعالى، يوري كل ما سيكون على حسابه. والآن أمة الكرب نفس الشيء، هي أهلة بشترى العجب العجاب أكثر مما رأت فيما سبق. احذروا إذن، غضب لا يرد شيء، لا يرد شيء ولا يرفع مقته إلا على من أراد التوبة والأوبة إلى رب العالمين لا شريك له. ما بماش مفر من عقابه إذا كان أنت يوميا تستفز غضبه بكذبك على المولى. أنا مسلم لا إله إلا الله تقول وأنت مسلم في كل العادات وبكل الوجوه مسلم. أعطيني علاقتكم بالمال والسلطان والأوسمة والفروج والمخدرات، أعطيني شنو علاقتكم بهذا؟ أما أنتم في قطيعة حقيقية وأردتموها بفضل الله ولا أنتم غاطسين فيها، أنا متاع غطسة متاع من ثم من ثم جهنم وبئس المصير. خبطوا رأيكم مين أنتم؟ تدعون العلم وأنتم لا علم لكم. نتعب رقوعكم وبوعكم، نتعب ما هو الله، نتعب ما هو شر الله، وترفسوا في التشريعات حتى صابتكم تقمة التشريعات كلها منبوذة وغير مقبولة عندنا، لأن الله لا يرضاها والله لم يأمر إلا بطاعته لا بطاعة أعدائه. وإن ادعوا أنهم من عباد الله وقالوا من أخلص عباد الله، بربي كيف يستقيم الأمر ونحن نعرف عليكم ما لا تقولونه ولا تعترفون به. احنا هنا لإيقاظكم إن نفعت الذكرى وإلا إشكال وجهنم وبئس المصير. وأما نورينك بعض الذي نعدهم، يعني كي يعدك ربي يقولك صلى الله عليه وسلم يقولك راهو يجب يجيك ويجيك ويجيك وجند الله أنواع وأشكال وكلها استعداد تضرب ضربة ولا مرد منها لا ويفوي فرار منها. قالك دفك ومن انظر فقد اعمر، ومن هو المنذر الاكبر؟ والله ومن هو المعذر؟ لا معذر لكم، وان شديد يوم القيامه عذرا عذرا ارجع لنا من صالحا ما مات. هتؤمن بعد ما ترى العذاب؟ هتؤمن وقت يقرب منك الموت؟ لا قبول. هؤلاء مغفلون، وقلنا هم يجيوا بعد فوت صعد يعني صوت السلو دو رتا دا فير زي بيجي
les eaux bibliques. وامن اغرينك بعض الذي بعض الذي نعيدهم او نعيدهم يعني يوري في حياه الرسول عليه الصلاه والسلام كيف حدث ما لم تحمد عقباه لابي جهل ومن لف الافكار موقعة بلوية كبرى موقعة أولى ورات اللعب ابن فاس والعائرات اللي هكا يبدأون يحمسوا الجاهلية البغيضة أعلى راهو إذا كان ما نجحتوش طلقوكم وعاش استعروا بكم وإذا كان فزتم فنحنوا بخدمتكم وإرضائكم كل شيء. أن نفعت هذه الأغنية الجاهلية لم تنفع. والخمر اليوم ليلة خمر واليوم خمر وغدا خمر. الأمر كان ضدكم. الحاجة أنتم شعراءكم تتيهون في مطبات الظلمات والجاهليات تدعون لكم فنون. هل لا تعرفون بالفن الذي يعين على تمجيد الله ويضرب على محبة الله ويعين على تبصر عيوبنا حتى لا نقع تحت بقت الله. بيجي عليكم سيدكم وإما نورينك بعض الذي نعدهم أو لا توفينك أي فإلينا مرجعهم الرسمي مش وجودك هنا وجودك رفقة خير لكن مش معناها أنت غبت أنت وصلت الأمانة كما يجب أن تصل بكل وفاء وكل أمانة أمانة بأمانة لكن يبكي على من؟ على من ما يعرفش كيف يكلمه على روحه يكلمه يعني يبكي يرحمها يقول أرجع يا رب أنا لا أقول شو أنتي تعمل أنتي أمارة بالسوء أنتي لعبك الشيطان أنا كذلك بشرية أنا من خلق الرحمن وقد استخلفه في أمور دنياي فلا أظلم نفسي بمعصية الله هكذا يكون الأمر وهكذا يكون العقل وهكذا يكون الذي خيرا في الأحياء ما بعد مماته وحتى الموت إذا أنتم معوقين يا دنيا وإن دعيتم الإسلام ولا عبد الله ولا عبد الباقي ولا هذه الأسماء ما تمشيش مع الله خير أسماء برا أما أنت كمسلمة ثبتوا مع شكون مع الله ولا مع الشيطان الرحمن يرحمك هو شيطان يعزك عزا حتى يقضي عليك وأنت لم تعلم وأنت تفعل وتستنى فيك منام معقبات جاهليتك هنا وإجرامات حتى شكون الرئيس شكون الملك شكون الأمير شكون حتى الحاجب اللي مش مرض مع الله عبر التاريخ هذاك عليه جهنم مستحيل ملأ حتى كان يسأل ربي يقول هل من مزيد أعرف شو استنى فيكم استنى فيكم اللي يبدأ حالك ويبدأ يشتاط غضبا يستنى لحظة يجي يوريك العجب العجاب بأمر الرحمة وإما نورينك بعض الذي نعيدون أو نتوفينك فإلينا مرجعون الله لا يخلف كل حق والله لا يخلف الميعاد أرسل لنا وعد ووعيد واختاروا لأنفسكم أرحمكم الله إن كنتم تؤمنون بالله لأنه ربي الرحمن الرحيم ورحمة وسعت كل شيء خذوا الفرصة ورفعوا الغصة شو يمنعكم؟ أنا ما يمنعكم إلا رحمكم واغتصاب إبليس لكم فأنتم مفعول بكم على حسابكم لا ينفك لا عروبة ولا قومية ولا تفعك بلادك بلادك عرضها من تحتك تبدأ تتغير تقول متى يا رب تجعله في قبضتي فسأغيرنا غير على الله فسأغيرنا ماذا سأفعل به وقت تختلف أرضعك وأنت من قبل ويعفر النار بعد ما يعمل معك ممكن ونكيل
ما أمرهما الله بفعله بك هي مشؤوم وأنت ملوم، ولكن ندمك لا ينفعك في شيء ينجع بعد الآجال المحتومة. دستان ريدي تمرين ريدي تمرين ريدي سيني مزاد دي جون كي سون دي بيرفون de toutes les façons vous êtes dépendants, donc vous êtes les faux musulmans ou les mauvais chrétiens ou moins les mauvais. Ces salauds-là, ce sont les chefs de votre file de ville vers l'enfer. Ce n'est pas une file indienne, c'est une file de gens qui coule sous le joug de Salah. وأما نورينك بعض الذي نعيدهم أو نتوفى ينك سبحانه وفاه. شو الحبيب ماذا يقول لحبيبه حتى ما يتموت قال نتوفى يعني جيك رحمة إلهية ومجيء عصر عليه السلام بطريقة نهاية في اللطف ونهاية في التبشير وقال له ما جاء أنا مش أقلكم لكم والله إلا حبيب الله ما ذلك تلك المرتبة كما قال سيدنا عليه الصلاة والسلام سبقك يا عكاشة سبقون الله ومحمد عليه السلام وهو قائد الفوج اللي مش يكون من أحباب الله. أما أنتم فلا، لأنكم تصمرتوا وزابي persisté وزابي insisté toujours être là comme les créants. Vous avez signé et persisté et vous aurez votre châtiment qui sera à conçure très lourd de conséquences. Conseillez ici. وإما نورينك وإما نورينك وإما نورينك بعض الذين نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعل. تكون شهيد وأكبر شهادة من الله على ماذا؟ ما يفعل خلق خاصة الثقلين خاصة بعدهم وجوء الحيوان. الله حاكم عدل يحكم القسط وأغلب العباد وأغلب الإنس والجن لا يفهمون معنى القسط ليكيتي وري إنيوران إنيوري أنجرا أمبر voilà ce que vous êtes. Nous, nous sommes les gens du Coran. Là, pour vous tendre la main, pour vous tirer du jour de sa coupe. Mais vous, vous êtes des gens tellement bêtes qu'ils ne savent pas traduire et interpréter nos gestes qui se répètent. Wassalamu ala man ittaba al-huda.